السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي عايزين نشوف ازاي اخلي صورة متفاعلة تفاعلية، يعني مثلا خلينا ناخد صورة وليكن مثلا خلينا ناخد صورة زي ديت، عايز لما ادوس عليها اروح لاخر صفحة، تمام، او اروح لاي صفحة تانية. بكل بساطة انا محتاج هنا يبقى انا عندي حاجات انتراكتيف تفاعلية، فمن الويندوز بقول له انتراكتيف. طيب انا عايز ايه من دول؟ انا عايز دلوقتي ان ده احوله لبوتوم اند فورمس، عايز احوله لزرار، فاختار ان ده يبقى بوتوم او بي دي اف اونلي او تشيك بوكس او سدوش كومبو او ليست او تلفزيون او تكست، زي ما انا عايز اقول له بوتوم. فبيقول لي اختار الاسم بتاعه، بختار اي اسم. ده عايز الحاجات دي تحصل امتى؟ لما حد يدوس كليك، ولا لما الماوس يمشي من عليه، ولا لما الماوس يعدي عليه؟ انا عايزه لما حد يدوس كليك. انا عايز الاكشن بقى، صوت ولا فيديو، ولا تروح لموقع معين، ولا تروح لاول صفحة اخر صفحة. انا اقول له خليني اخر صفحة، تمام. وبتشوف بقى انت عايز تعمل اي نوع من انواع الزوم، يبقى في فيت ويدث او فيت فيزابل او اكشوال سايز زي ما انت عايز. هاجي هنا اقول له بريفيو، تمام. فبدأ يخلي لي الحاجة زي ما انت شايف، الماوس ماشي عادي بدون اي مشاكل خالص. لما بيجي هنا بس بيديني ان ده هنا في زرار، تمام. طيب هاجي هنا اقول له انا عايز الموضوع ده اكتف معايا، خلي ده كل السيت بريفيس دوكيمنت موديل، تمام. عايز اقول له ابدأ التشغيل، هاجي هنا ادوس على الزرار دوت. اول ما قلت له بدأ يعمل اكسبورت اتش تي ام ال، ده هيطلع لي كتاب على امتداد اي بي يو بي، ده بيخلي يشتغل على الموبايلات وعلى التابلت والايباد وهكذا. لو انا عايز اصدر على الامتداد دوت بقول له فايل اكسبورت، واروح مختار الامتداد دوت اي بي يو بي، فيروح عامل لي الملف دوت اقدر احمله على اي تابلت، تمام. هاجي هنا اقول له انا عايز الصفحة 7، اجي هنا بمجرد ان انا ادوس على الصورة دي يروح نقلني لاخر صفحة اللي هي صفحة رقم 51. كده يبقى انت قدرت تعمل كتاب اكتف معاك، يتحرك معاك زي ما انت عايز.